مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضراً محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي حبيباتي طالبات صف الثاني عشر، أهلاً بكم ومرحباً. مع درس من دروس مادة التربية الإسلامية مجال الحديث، ما زلنا مع درسنا قيمة العطاء. القيمة التربوية لهذا الأسبوع عن قيمة التطوع. درسنا في الجزء الأول من الدرس التعريف براوي الحديث من حيث اسمه ونشأته. وراوي الحديث هو حكيم بن حزام بن خويلد قريشي، ولد قبل عام الفيل بثلاثة عشر سنة، وكانت نشأته في أسرة عريقة النسب واسعة الثراء. تعريفه من حيث فضله ومناقبه: كان عفيفاً شريفاً شهماً نبيلاً سيداً مطاعاً من أشراف قريش. معنى تعول: تجب عليك نفقته، تلزمك النفقة عليهم. يستعفف: يمتنع عن سؤال الناس. أتوقع منك حبيبتي في نهاية هذا الدرس أن تفرق بين اليد العليا واليد السفلى، توضح المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، تستنبطي خير الصدقة وأفضلها. يدعو الحديث النبوي المسلم إلى البذل والعطاء، الحث على الإنفاق في سبيل الله، إنفاق الرجل على أسرته وتوفير ما يحتاجون إليه. هيا بنا نشاهد هذا المقطع. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، هي اليد المنفقة التي تنفق وتبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. واليد السفلى هي اليد الآخذة، واليد السفلى هي اليد الآخذة. فاليد العليا المنفقة، وهذا العلو علو شرف ورفعة وعلو مكانة، لأنها تنفق، تنفق فلها العلو لما كان منها من نفقة وبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. واليد السفلى الآخذة لأنه يمد يده للناس، فيده تختلف عن اليد الأولى. اليد الأولى عليا للعطاء والبذل، وهذه سفلى لأنه صار يمدها للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. يبين لنا في هذا الحديث أن اليد العليا المنفقة خير وأحب من اليد السفلى السائلة الآخذة للصدقات. لماذا؟ لأن اليد العليا يد سخية معطاءة، أما اليد السفلى فهي تنتظر عطاء الآخرين. أجيبي معي عن هذا السؤال، علي: اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن اليد العليا سخية كريمة واليد السفلى تنتظر العطاء من الآخرين. هدفنا الثاني نوضح المقصود بقول النبي: وابدأ بمن تعول. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نبدأ بمن نعول، أي من يجب عليك النفقة عليهم من النفس والأهل والولد، فإن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد فيندم على هذه الصدقة. وقوله وابدأ بمن تعول دليل على أن النفقة على الأهل أفضل من الصدقة على غيرهم، لأن الصدقة تطوع والنفقة على الأهل فريضة، فبعد استيفاء النفقة على الأهل وهي الفرض أولا يأتي التطوع من حيث الصدقة على الآخر، وهذه من التربية النبوية على ترتيب الأولويات حتى يكفي المرء أهله ومن تلزمه نفقته ثم يتصدق عن ظهر غنى. رتب الأولويات لرب الأسرة من الأهم إلى الأقل أهمية.
الأهم النفقة على الأولاد، ثم الزكاة فكلاهما فرض، الصدقة بناء المساجد. نشاط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقود. ما علاقة هذا الحديث بالحديث الوارد في الدرس؟ الحديثان يدلان على أهمية البدء في الإنفاق على النفس والعائلة أولا، ثم تأتي صدقة التطوع. كلمة تعول الواردة في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ترادف كلمة في هذا الحديث، استخرجها وبين معناها. كلمة تعول مقابلها في هذا الحديث كلمة يقود، أي من تجب عليه نفقته. هدفنا الثالث نستنبط خير الصدقة وأفضلها. وخير الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهر غنى، معنى عن ظهر غنى هو ما زاد عن الحاجة. ما هي أفضل الصدقة؟ أفضل الصدقة هي ما كانت عن ظهر غنى. أفضل الصدقة ما كان بعد حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية من مأكل وملبس وعلاج. ومعنى الغنى هو حصول ما تدفع به الحاجة من مأكل ومشرب وعلاج وملبس. فإذا قدم غير ذلك أهلك نفسه وأهله وشعر بالندم. عللي أفضل الصدقة ما كان بعد حصول ما تدفع الحاجة الضرورية من مأكل وملبس. لماذا؟ لأنه قام بتوفير ما يحتاجه ولم يقصر في حق نفسه أو في حق أولاده. ما المراد بقول النبي عن ظهر غنى؟ أفضل الصدقة ما كان بعد حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية من مأكل وملبس وعلاج. هيا بنا نجيب عن هذا النشاط. يشير الحديث الشريف إلى قاعدة من قواعد تفاضل الأعمال وترتيب الأولويات، هي تقديم الواجبات على النوافل. فقال العلماء: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب. حدد العبارة التي تدل على هذه القاعدة من الحديث الشريف. قوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعود. أعطي مثالا تطبيقيا من حياتك على هذه القاعدة. أبدأ بالصلاة قبل اللعب، أصوم القضاء أولا ثم أتنفل. هيا حبيبتي اشرحي هذه النقاط بإيجاز. الفرق بين اليد العليا واليد السفلى. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن ظهر غنى. وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من الدرس. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الجزء الثالث بإذن الله تعالى. دمتم بخير.